طيب عندنا أخبار كثيرة جدا، ولكن عناوين الصحف قالت إيه في المحترف مع حضرتك. يلا تعالوا مع بعض نشوف الأخبار، الصحف العالمية قالت إيه في النهاردة في المحترف. هنبدأ جولتنا بصحيفة صن الإنجليزية اللي اهتمت بمانشستر يونايتد وتقديمه العرض الرسمي لضم مهاجم أتلانتا راسموس هويلاند، بعد طبعا رؤيتهم للعروض المقدمة للاعب اللي يمكن اترفضت من قبل النادي الإيطالي. في ألمانيا صحيفة بيلد الألمانية كتبت ثلاث أبطال الأفق فريق كريستيانو رونالدو يحضر لانتقالات ضخمة طبعا يعني في الدوري السعودي وفرضت نفسها على الساحة العالمية. في أسبانيا جريدة إيس الأسبانية احتفلت بتتويج منتخب أسبانيا لبطولة العالم تحت 19 سنة وكتبت أطفال من ذهب. كمان تحدثت الصحيفة عن مخاوف البايرن حول إمكانية رحيل ديفيز. في إيطاليا جريدة توت سبورت الإيطالية كتبت اليوفنتوس يبحث عن بديل لديبالا، سلطت الضوء على أنباء اعتزال بوفون وكتبت بوفون سوف يتوقف.